الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وحبب إلينا الإيمان وألزمنا كلمة التقوى وجعلنا من عباده الراشدين نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه الشهادة العظمى التي من أجلها خلقنا وعليها نحيا وبها نلقى الله جل في علاه، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا وقال: جددوا إيمانكم. فقالت الصحابة: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ فقال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وأستاذنا ومعلمنا وحبيبنا وشفيعنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله، الذي بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، أثنى عليه المولى العلي العظيم في قرآنه، فقال في محكم التنزيل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أصحابك ومن تمسك بسنتك وصار على نهجك إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الموحدون، فإن الموضوع اليوم عن الأسواق وخطورتها وآدابها، وسميت الأسواق بالأسواق كذلك لكثرة السيقان فيها، ولكن نأخذ من ذلك فضيلة الصدق في حياتنا الدنيوية في البيع وفي الشراء وفي المعاملة مع الإخوان، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي نادى عباده المؤمنين وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا الزموا الصدق. يا أيها الذين آمنوا إذا سرتم على ما أمركم الله فاعلم بأنك تنجو من المهالك، ورب العزة يجعل لك من كل ضيق فرجا. فأنت إذا التزمت بما جاء في القرآن وبما علمك نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام فاعلم بأنك من الناجين. وفضيلة الصدق هذه الفضيلة العظمى التي يجب علينا أن نلتزم بها في جميع أمورنا، أن تكون بداية صادقا مع الله في تنفيذ أوامره، أن تكون ثانيا صادقا مع نبيك في الإقبال على ما أمرك به، وثالثا أن تكون صادقا مع نفسك ومع غيرك ومع جيرانك وفي عبادتك وفي كل عمل تقوم به.
لذلك يقول ابن مسعود إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هز. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولكن في حياتنا الدنيوية الآن أصبح الكثير يقبل على الكذب وكأنه طعام يتغذى به أو شراب يروي به ظمأ، مع العلم بأن الله عز وجل أخبرنا بأن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فأنت إذا سمعت شيئا فلا تصدقه بداية، ارجع إلى عقلك وتدبر الأمر، لأن الكذب يعد من الأشياء الخطيرة التي تقلب الحق باطلا والباطل حقا. ورب العزة جل في علاه حينما خلق السماوات والأرض خلقها على الحب والصدق، وأمرنا ألا نقول إلا حقا وصدقا وألا نعمل إلا صدقا وحقا. فضيلة الصدق تعد من المراتب العالية ومن الأخلاق الحميدة. كفانا بنبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الخائف على أمته، كان دائما حريصا على الأمة كحرص الأم على الأبناء أو الراعي على غنمه. فقال للصحابة: عليكم بالصدق، الزموا الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. سمعت قول النبي: عليكم بالصدق، الصدق يهدي إلى البر. وما زال الإنسان يلتزم طريق الصدق فليعلم علم اليقين بأن الله جل في علاه مدح هؤلاء الناس في سورة الانفطار وقال: إن الأبرار لفي نعيم. فأنت إذا كنت صدوقا مع ربك، صدوقا مع نبيك، صدوقا مع نفسك، صدوقا في عبادتك، صدوقا مع إخوانك، صدوقا مع جيرانك، اعلم بأنك قد سلكت الطريق المستقيم. عليكم الزموا الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وانظر إلى تحذير النبي: وإياكم والكذب،
شوف انت في دنيتك بقى لو حد عمل فيك حاجة انت بتعمل فيه ايه؟ حينما يشتد بك الغضب تقول له اياك ان تعمل كذا او كذا، وكأنه تحذير شديد. فانظر الى الحبيب المصطفى وهو يقول واياكم وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ما فيه هداية للرحمن وفيه هداية للشيطان. انت اذا التزمت الصدق التزمت الطريق المستقيم، وهداية الشيطان اذا اتبعته وسرت وراء هواك واتبعت ملذاتك وشهواتك وتفكيرك بأنك أقبلت على الكذب، فاعلم بأنك قد اتبعت الشيطان. رب العزة يقول في القرآن الكريم بأن الإنسان إذا اتبع شيطانه، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. إذن هنا هداية للرحمن ولاتباع الشيطان، هداية لجهنم والعياذ بالله. ولذلك رب العزة جل وعلا حينما أخبرنا عن الصادقين قال بأنهم أبرار، إن الأبرار لفي نعيم. وحينما أخبر عن الكاذبين، لأن الكذب يؤدي إلى الفجور، قال وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالزم الصدق في دنياك تنجو. ورب العزة قد أثنى على الصادقين لأن الصدق من متممات الإيمان. كفانا حينما سئل رسول الله وقيل له يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن جبانا يا رسول الله؟ قال نعم. قيل أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قيل يا رسول الله أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب. تحرى الصدق مع ربك في عبادتك، في صلاتك، في صيامك، في قيامك، مع إخوانك، مع أهلك، مع أولادك، واعلم بأن الصدق يعود عليك بثمرات طيبة. أولا راحة الضمير وطمأنينة النفس، لأن الكذاب إن كذب ففي المرة الثانية لا يستطيع أن يقول ما قاله في الأولى، إما أن ينقص وإما أن يزيد. وإذا انتقل إلى آخر فإنه يريد أن يجمل كلامه. أما الصدق فهو حقيقة واحدة لا يغير ولا يتغير، ما حدث هو الذي يروى،
ولذلك أحد الصالحين الذي كان يملك بستانا ورأى إنسانا ما قد أخذ ما ليس له حق فيه، فلما نادى عليه وقال له يا فلان لما أخذت ما ليس لك حق فيه؟ قال ما أخذت شيئا. قال لقد رأيتك بعيني. قال والله ما أخذت. فقال صدق الله وكذبت عيناه. الرجل حلف، الرجل حلف، فقال انا كذبت عيني، لانه ذكر مين؟ لانه ذكر الله واقسم بالله. فانت اذا صدقت فاعلم بان هناك طمأنينة للنفس وراحة للضمير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة. اذا بعت او اشتريت وكنت صادقا فاعلم بان الله معك يبارك لك فيما بعت او فيما اشتريت، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال البيعان بالخيار، فان صدقا وبينا بورك لهما، وان كذبا محقت بركة بيعهما. اذا رأيت في نفسك بانك اذا كذبت بانك سترفع المال الكثير، اعلم بان الله لا يبارك لك فيه. اذا صدقت وربحت القليل فاعلم بان الله يبارك لك فيه. الصادق مع ربنا، الصادق مع الله، لو سأل ان هو يكون شهيد ينال الشهادة حتى ولو مات على فراشه، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. تعال شوف سيدنا عمر بن الخطاب وهو من هو الذي شهد له النبي بأنه أحد العشر المبشرون بالجنة، ماذا كان يصنع؟ كان يرى في وجهه خطين اسودين من كثرة انحدار الدموع من عينيه. سيدنا عمر اللي رأي ربنا وافقه في الرأي، واللي قال عنه النبي لو كان فيكم محدثون لكان عمر بن الخطاب. سيدنا عمر حينما سئل رسول الله وقيل له يا رسول الله من هو أول من يأخذ كتابه بيمينه، فقال رسول الله عمر بن الخطاب. فتعجبت الصحابة من كلام النبي. عمر بن الخطاب هو أول من يأخذ كتابه بيمينه، فأين أبو بكر الصديق؟ فسألوا رسول الله إذا كان عمر هو أول من يأخذ كتابه بيمينه فأين أبو بكر الصديق يا رسول الله الذي فعل كذا وكذا وكذا؟ فقال إذا كان عمر هو أول من يأخذ كتابه بيمينه فإن الملائكة في ذلك الوقت تزف أبا بكر إلى الجنان، ليس إلى جنة واحدة ولكن إلى جنان متعددة. سيدنا عمر بن الخطاب كان دائما يدعو ربه
ويقول يا رب اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في مدينة رسولك، ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في مدينة رسولك. ده مين؟ ده سيدنا عمر اللي ربنا ضرب الحق على قلبه ولسانه يدعي ربنا وهو خايف ويقول يا رب اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في مدينة رسولك. سأل الشهادة بصدق، كان صادق، فربنا لبله الدعوة ومات وهو في المحراب بخنجر المجوسي وطلب أن يدفن في مدينة رسول الله، فدفن بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يدفن أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وقال لابنه عبد الله اذهب الى ام المؤمنين عائشة وقل لها عمر بن الخطاب يستأذنك في ان يدفن بجوار رسول الله، ولا تقل لها امير المؤمنين، قل لها عمر ولا تقل امير المؤمنين. فأسرع عبد الله وسأل أم المؤمنين عائشة وقال لها في أدب ووقار إن أبي يستأذنك بأن يدفن بجوار رسول الله. فقالت أم المؤمنين عائشة كنت أود أن أدفن بجوار زوجي وأبي، أما وقد طلبها أمير المؤمنين فهو أحق بها مني. الشاهد في ذلك أن سيدنا عمر كان صادقا مع الله، سأل الله الشهادة بصدق فنالها، وطلب من أم المؤمنين عائشة بأن يدفن بجوار النبي فأذنت له. تقول أمنا عائشة رضوان الله عليها كنت أدخل على رسول الله وأبي بقميص نومي، فلما دفن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب استحييت أن أدخل عليهم بعد ذلك. الصدق شيء عظيم وفضيلة كبرى، لأنه يعد من الأخلاق الحميدة، وكفى أن الله عز وجل جعل مرتبة الصدق قبل مرتبة النبوة مباشرة. الصادق الصادق في مرتبة من مراتب النبوة، لأننا حينما نقرأ القرآن الذي فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا، رب العزة قال لنبيه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. مرتبة الصدق قبل مرتبة النبوة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. يبقى احنا لازم نكون صادقين مع نفسنا.
صدق مع النبي، صدق مع ربنا، واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد التجار ألا وهو عبد الله بن الحمزة، هذا الرجل يقول: بايعت رسول الله ببيع قبل أن يبعث، قبل ما تنزل عليه الرسالة، فبقيت له بقية، فيه مبلغ من المال فوعدته أن آتيه في المكان الفلاني، ثم نسيت، وتذكرت بعد ثلاث، فذهبت إلى المكان فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الحبيب المصطفى: لقد شققت علي يا رجل، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك ولم تأت، فانظر إلى الحبيب قبل أن تنزل عليه الرسالة، حتى أن أهله وقومه كانوا يسمونه بالصادق الأمين، ولما وقف ونادى عليهم وقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فكانت الودائع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انجو بنفسك في الدنيا والزم الصدق، تكن من اهل الصدق، اصدق مع الله، اصدق مع رسولك، اصدق في عبادتك، اصدق مع اخوانك، لان النبي هو الذي قال: انا زعيم بيت في الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مزحا. حتى لو عايز تضحك النبي قال لك: لا 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 تكذب، لا تكذب، لأن الكذب آفة عظيمة تهدم الحق وتعلو بالباطل. فالتزم في دنياك وعلم أهلك وأولادك. يقول النبي المصطفى والحبيب المجتبى التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال: ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إنك يا رب أكرم مسؤول وأعظم مأمول، ولسان حال المؤمن به على الدوام يقول: يا رب يا رب، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بين يدي الساعة فختم به الرسالة وأكمل به الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه ومن تمسك بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أبشر بداية كل إنسان ساعد في بناء هذا المسجد، إما بكلمة أو بنفس أو بمال، لأن ذلك مذخور لك عند ربك.
كفى أن الله عز وجل أخبرنا بأن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. فمن قام على بناء هذا المسجد صدقوا مع ربهم وصدقوا مع أنفسهم، فساعدهم الله عز وجل بالتوفيق والبركة، وأقيم هذا المسجد في أقل من عام لأنهم صدقوا مع الله وصدقوا مع أنفسهم. فأنت كذلك في الدنيا إذا صدقت فاعلم بأن الله ينجيك من المآل. لو كنت صدوقا اعلم بأن الله ينجيك، واغرس في نفسك وزوجك وأولادك، عودهم على الصدق، فلا ترى ابنك يراك كاذبا وبعد ذلك أنت تحاسبه على الكذب إن كذب عليك، لأن الابن يشرب منه وأنت راعي ومسؤول عنه، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكيف تكون كاذبا وتطلب من الابن الصدق؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. انظر الى الحبيب المصطفى حينما يقول عبد الله بن عامر: دعتني امي يوما ورسول الله عندنا، فقالت لي: هاك اعطي، تعال عشان اديك حاجه. قال لها النبي: ما اردت ان تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. تعال أنت النهاردة احنا بنعمل في ولادنا، تعال كذا وتعال كذا وتعال كذا، وفي الآخر بنكذب عليك. احنا اللي بنعلمهم ازاي يكذبوا، احنا اللي بنعلمهم ازاي يتفننوا في الكذب، لانه هو شاف كذب. فانت حافظ على نفسك عشان ما تبقاش من الفجار، وحافظ على اولادك، اغرس فيهم قيمة الصدق مهما اخطأ ومهما فعل ومهما صنع. ما دمت انك قد قلت له بانني لم افعل معك شيئا فلا تفعل معه شيئا، لانك ان كذبت عليه مرة كذب عليك 100 مرة. شرب منك، هو شرب منك. تبنجي نفسك عشان ما تبقاش من المنافقين، زي ما النبي قال: آية المنافق 3 إذا حدث كذب، وإذا وعد أحلف، وإذا اؤتمن خان. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يحببنا إلى الصدق، وأن يحبب الصدق لنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء،
وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لنا جميعا. واقم الصلاة.